قال أن كل عبادة تؤدى لا في المسجد من المناسك فالطهارة ليست من شرطها كالسعي والوقوف بعرفة وكل عبادة في المسجد فالطهارة من شرطها كالطواف. إذن وكل عبادة في المسجد فالطهارة من شرطها كالطواف. الآن هل تشترط الطهارة للسعي بين الصفا والمروة؟ ما تشترط. طيب الوقوف بعرفة هل يشترط له الطهارة؟ ما يشترط له. المبيت بمزدلفة وهكذا بمنى. طيب هنا الطواف بالبيت هل يلحق بالصلاة أم يلحق بالاعتكاف؟ الذين قالوا يلحق بالصلاة قالوا لا بد من الطهارة، والذين قالوا يلحق بالاعتكاف هل يشترط في الاعتكاف أن يكون المعتكف طاهرا؟ ما يشترط، ولو شرط ذلك لكان من تكليف ما لا يطاق، سينام ويأكل ويذهب ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال أقول أما فرضية الوضوء للطواف أو شرطيته كما زعمه البعض فغاية ما في ذلك حديث أنه توضأ صلى الله عليه وسلم ثم طاف، وهذا مجرد فعل لا ينتهض للوجوب، وليس الوضوء بداخل في عموم المناسك، حتى يقول إنه بيان لقوله خذوا عني مناسككم. الذين يشترطون الطهارة في الطواف قالوا النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني مناسككم، وكل فعل في الحج منسك يدل عليه الدليل أنه واجب، إلا ما جاء الدليل أنه غير واجب، هذا دليلهم. لكن هذا ما هو صحيح. القاعدة المتقررة عند أهل العلم أن مجرد الفعل يدل على الاستحباب، مجرد الفعل يدل على الاستحباب. قال رحمه الله تعالى فإن قيل إنه شرط النسك أو فرضه فيكون من جملة بيان المناسك، فيجاب بأن هذه مصادرة على المطلوب، لأن كونه شرطا أو فرضا هو محل النزاع، ومع هذا ففعله للوضوء يحتمل أن يكون لما يتعقب الطواف من الصلاة، اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، ولا سيما وقد كان صلى الله عليه وسلم لا يدخل المسجد إلا متوضئا في غير الحج، فملازمته لذلك في الحج أولى. وأما منعه صلى الله عليه وسلم للحائض أن تطوف بالبيت فليس فيه دليل على أن المنع لها لكون الطهارة شرطا أو فرضا للطواف، لاحتمال أن يكون المنع لها لكون الطواف من داخل المسجد وهي ممنوعة من المسجد، يعني منعت من الطواف لأن الحائض ممنوعة من الدخول إلى المسجد. لكن حديث إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب حديث ضعيف. نعم في سنده من جسرة بنت دجاجة. قال رحمه الله ولو سلم فغايته أن الطهارة من الحيض هي الشرط للوضوء، وأما حديث الطواف بالبيت صلاة فمع كونه في إسناده عطاء بن السائب وهو ضعيف فليس التشبيه بمقتضي لمساواة المشبه للمشبه به في جميع الأوصاف، بل الاعتبار التشابه في أخص الأوصاف وليس هو الوضوء. نعم في أخص الأوصاف وليس هو الوضوء،
أنه عبادة، صلاة عبادة، أنه يذكر الله فيه ويتلى فيه القرآن، وهكذا الصلاة. الشيخ الألباني مر معنا أنه يصحح الحديث، وعطاء ابن السائب وإن كان مدلسا، نعم يعني مدلس أو مختلط، من مختلط صح، نعم مختلط، وسفيان الثوري روى عنه قبل الاختلاط، فالحديث صحيح. قال رحمه الله: والحائض تفعل ما يفعل الحاج غير ألا تطوف، غير ألا تطوف بالبيت. الآن المرأة الحائض لو أنها حاضت فهي تفعل كفعل الحاج، أو نفست ولدت فتفعل كما يفعل الحاج، لكن لا تطوف بالبيت، يحرم عليها أن تطوف بالبيت. أيجوز لها أن تطوف للضرورة؟ طيب كيف ضرورة؟ لو أنها مثلا حاضت قبل أن تطوف طواف الإفاضة، وجاء موعد الرحلة أنها تسافر، فإما أن تطوف في حال حيضها، وإما أن تترك ركنا من أركان الحج. طيب كيف تصنع أنس؟ فهمت السؤال؟ ها؟ تطوف، قالوا لها استذفري وتحفظي وطوفي للضرورة. طيب أبو عبد الرحمن تنتظر؟ ما لو كان ذلك في وسعها وجب عليها، رحلة محددة تأتي من الصين أو من أمريكا، رحلة محددة بالساعة وهي حائض. طيب هل في مخرج آخر ممكن؟ هل هناك مخرج آخر؟ ها؟ تذبح؟ ها في الواجب، هذا ركن. نعم يعني الآن لو ذبحت على ركن ما يعني ما قبل ذلك. طيب لماذا لا يقال تنيب؟ النيابة في الحج مشروعة، فهي تنيب في الحج، فممكن أن تنيب في الطواف، ممكن أن تنيب في الطواف، ممكن، هذا رأي. أما شيخ الإسلام ابن تيمية، شيخ الإسلام ابن تيمية فيرى أنه يجوز لها للضرورة أن تطوف، لكن يجب عليها أنها تحافظ على نظافة المسجد حتى لا تلوث المسجد بهذه النجاسة. أما إذا كان، وهذا أظن لا يتمكن إلا لمن كان في داخل المملكة، ممكن حتى لو مشى أو تأخر ممكن، لكن خارج المملكة لا، هناك يعني وكالات ورحلة منضبطة، ومن تأخر حجزوا البقية. فمثل هذا هي والله أعلم بين شيئين، إما أن تستنيب وإما أن تستذفر وتطوف، وهذا الذي كلفها ربها سبحانه وتعالى. ممكن أن تستخدم هذه الحبوب، ممكن أن تستخدم هذه الحبوب أو ليس لها ذلك؟ هل لها أم لا أبو معاذ؟ لا، يقال المسألة تعود إلى الطب، فإذا كانت هذه الأدوية لا تضر بها لا حرج، أما إذا كانت تضر بها فلا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار. قال رحمه الله: والحائض تفعل ما يفعل الحاج غير ألا تطوف طواف القدوم، وكذا طواف الوداع.
طيب طواف القدوم تنتظر أمنا عائشة حاضت أين بسرف، ثم جاءت ودخل النبي عليها وهي تبكي، قال ما لك أنا فستي؟ هذا شيء كتبه الله على بنات آدم. هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ونفسه طويل عليه رحمة الله. وسئل عن طواف الحائض والجنب والمحدث، والمحدث فأجاب ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الحائض تقضي المناسك كلها إلا الطواف بالبيت. وقيل لعائشة رضي الله عنها وقال لعائشة رضي الله عنها اصنعي ما يصنع الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. ولما قيل له عن صفية إنها حاضت فقال أحابستنا هي؟ فقيل له إنها قد أفاضت، قال فلا إذن. يعني معنى ذلك لو أنها لم تطف طواف الإفاضة ماذا سيعمل النبي؟ سيتأخر وينحبس من أجلها، لأن طواف الإفاضة ركن من أركان الحج بخلاف طواف الوداع. طواف الوداع واجب، فخفف عن الحائض، خفف عن الحائض والنفساء في ترك طواف الوداع، ولا يلزمها الدم، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال فلا إذن، وخرج صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه بعث أبا بكر عام 9 لما أمره على الموسم ينادي ألا يطوف بالبيت عريان، ولم ينقل أحد عنه أنه أمر الطائفين بالوضوء ولا باجتناب النجاسة كما أمر المصلين بالوضوء. قال فنهيه الحائض عن الطواف بالبيت إما أن يكون لأجل المسجد، لكونها منهية عن اللبث فيه، وفي الطواف لبث أو عن الدخول إليه مطلقا لمرور أو لبث، وإما أن يكون لكون الطواف نفسه يحرم مع الحيض كما يحرم على الحائض الصلاة والصيام والإجماع، أظن والجماع، نعم الجماع، ما هو الإجماع؟ لأنه هنا قال كما يحرم على الحائض الصلاة والصيام بالنص، لا بالنص والإجماع، نعم يعني بمعنى يعني النص الذي هو القرآني أو النبوي، والإجماع أجمع العلماء. قال رحمه الله ومس المصحف عند عامة العلماء ومس المصحف عند عامة العلماء وكذلك قراءة القرآن في أحد قولي العلماء. والذين حرموا عليها القراءة كأحمد في المشهور عنه وكذلك الشافعي مع أبي حنيفة التنازع في إباحة قراءة القرآن لها وللنفس قبل الغسل وبعد انقطاع الدم على 3 أقوال. وساق رحمه الله تعالى. ثم قال وأما الحائض فحدثها دائم لا يمكنها طهارة تمنعها عن الدوام، فهي معذورة في مكثها ونومها وأكلها وغير ذلك، فلا تمنع ما يمنع منه الجنب مع حاجتها إليه. ولهذا كان أظهر قولي العلماء أنها لا تمنع من قراءة القرآن إذا احتاجت إليه كما هو مذهب مالك وأحد القولين في مذهب الشافعي. ويذكر رواية عن أحمد
فلها أو فإنها محتاجة إليها ولا يمكنها الطهارة كما يمكن الجنب وإن كان حدثها أغلظ من حدث الجنب. له كلام. نعم رحمه الله يقول أنه يجوز لها يعني للضرورة. طيب قال وعلى قول هؤلاء فلا يحرم طواف الجنب والحائض إذا اضطر إلى ذلك، كما لا يحرم عندهم الطواف على المحدث بحال، لأنه لا يحرم عليها دخول المسجد حينئذ. نعم هذا كلامه رحمه الله، يعني أنها تستغفر وتطوف بالبيت هذا عند الضرورة ولا شيء عليها، لا شيء عليها. قال رحمه الله تعالى لحديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الحائض تقضي المناسك كلها إلا الطواف، أخرجه أحمد، وأخرج نحوه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح من حديث ابن عمر، ولحديث عائشة أيضا في الصحيحين وغيرهما أنه قال لها النبي صلى الله عليه وسلم لما حاضت افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تغتسلي. هنا الشيخ الألباني قال وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى جواز طواف الحائض ولا شيء عليها إذا لم يمكنها أن تطوف طاهرا بأن تتأخر حتى تطهر لذهاب رفقتها وعدم انتظارهم إياها في بحث له طويل نفيس راجعه في الفتاوى. نعم فهذا مذهب شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. وأيضا الدول البعيدة الحج يأتي إليهم بالقرعة ربما في الخمس في العشر وهكذا. قال شيخ الإسلام وكذلك المرأة الحائض إذا لم يمكنها طواف الفرض إلا حائضا بحيث لا يمكنها التأخر بمكة، ففي أحد قولي العلماء الذين يوجبون الطهارة على الطائف إذا طافت الحائض، إذا طافت الحائض أو الجنب أو المحدث أو حامل النجاسة مطلقا أجزأه الطواف وعليه دم إما شاه وإما بدن مع الحيض والجنابة، وشاه مع الحدث الأصغر، لكن هنا في ثنايا أنها إذا اضطرت إلى ذلك لا شيء عليها. هذا ما رجحه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. قال رحمه الله ويندب الذكر حال الطواف بالمأثور. الآن الأذكار التي تقال في الحج أو العمرة أولها ماذا؟ التلبية صح؟ بعد أن يقول من الميقات لبيك اللهم بعمرة، اللهم هذه حجة لا رياء فيها ولا سمعة كما في حديث جابر، ثم يلبي لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، يلبي بالتلبية المشروعة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويستمر وله أن يكبر وله أن يقول لبيك إله الحق لبيك وسعديك. طيب ثم ماذا يعمل إذا جاء إلى المسجد؟ فإنه يدعو بدعاء دخول المسجد، ثم إذا استلم الحجر ماذا يعمل؟ يكبر، ثم يذكر الله بما تيسر. طيب
هل إذا رأى البيت يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام؟ جاءت آثار عن السلف وعن بعض الصحابة ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم بين الركنين على صحة الحديث: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، مع أن الحديث من في سنده؟ من في سند هذا الحديث؟ عبد الله، عبد الله ابن السائب. طيب عبيد مولى السائب، ايه عبيد مولى السائب. طيب نكتفي إلى هنا بالنسبة للأذكار، ثم يعني الصفا إذا جئنا عليها، وهكذا الذكر الذي يكون في عرفة. طيب قال رحمه الله: لحديث عبد الله بن السائب قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، يقول بين الركن اليماني والحجر: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي، وصححه ابن حبان والحاكم، لأنه دعاء جامع نزل به القرآن، وهو قصير اللفظ يناسب تلك الفرصة القليلة على تصحيحه، أما على تضعيفه فلم يثبت في ذلك شيء. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وكل به يعني الركن اليماني 70 ملكا، فمن قال: اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، قالوا آمين. أخرجه ابن ماجة بإسناد فيه إسماعيل بن عياش وهشام بن عمار وهما ضعيفان. قال العلامة الألباني: إطلاق القول على هشام بن عمار بالضعف خطأ بين، لأن الرجل في نفسه ثقة روى له البخاري، لكنه كان قد تغير في آخر عمره، فالأحسن ما قاله الشوكاني فيه عند هذا الحديث، وهو ثقة تغير بآخرة أو بآخرة. وكان الشارح، وكأن الشارح رحمه الله اختصر كلامه هذا فأخل. وأحسن من قول ذلك قول الحافظ في التقريب: صدوق مقرع، كبر فصار يتلقن فحديثه القديم أصح. نعم، لكن الحديث ضعيف. بقي الآن عندنا هذا الرجل إسماعيل بن عياش، هل إذا روى تقريب عن الشاميين أو روى عنه الشاميون؟ ننظر، يعني ضعفت روايته. وأخرج ابن ماجه من حديثه أنه سمعه يقول: من طاف بالبيت 7 ولا يتكلم إلا بسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، محيت عنه 10 سيئات، وكتبت له 10 حسنات، ورفع له بها 10 درجات، وفي إسناده من تقدم في الحديث الأول، وهو تمام الحديث السابق، يعني بمعنى إسماعيل بن عياش، وهكذا هشام بن عمار. نعم، تغير. وأخرج أحمد وأبو داود والترمذي وصححه من حديث عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة لإقامة ذكر الله تعالى. طيب، هذا الحديث: إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة لإقامة ذكر الله،
هو موقوف، العلامة الألباني يقول هو موقوف، أما المرفوع فلا يثبت. قال الشيخ لما قال الترمذي حديث حسن صحيح، قال وفيه نظر، لأن في سنده عنده وعند أبي داود عبيد الله بن أبي زياد وهو القداح، وفيه كلام واختلاف، وفي التقريب أنه ليس بالقوي، ثم قد خالفه من هو أوثق منه فرواه عن شيخه القاسم عن عائشة فلم يرفعه، وكذلك رواه حسين المعلم عن عطاء عن عائشة موقوفا، الحديث هو موقوف. في ضعيف مرفوع، أما الموقوف فهو نعم موقوف صحيح على عائشة. طيب هنا إسماعيل ابن مسلم، إسماعيل بن عياش، إسماعيل هنا إسماعيل بن عياش صدوق في روايته عن أهل بلده، نعم صدوق في روايته عن أهل بلده، مخلط في غيرهم، مخلط في غيرهم، فهذا لا يثبت. قال وفي الباب أحاديث. طيب إلى هنا بارك الله فيكم.